الدعوه هذه نشكر عليها لابوراتوار ميديس نيابوليس باش حضرت في الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم كي ديدي ان تي بو على سونتي. احنا في القسم اللي نشتغلوا فيه عندنا كل هاجس نتاع التحسيس نتاع المرضى كسوا بالصوره بالصوت بالليزافيش. دونك هذه فرصه باش شفت ميدان كبير فيه تجديد اكيد يعاون برشا المرضى، يعاونهم باش يتحملوا الاعباء المرض نتاعهم والمصاعب اللي تعرضوا لها. فرحانة برشا اليوم بالاستدعاء اللي عملوه لي لابوراتوار ميديس نيابوليس والأورغانيزاتور كاتارزيس. فرحانة برشا بالإكسبيريونس هذيا. أنا فيزيوني لي كاتر فيلم كونسيرنون لا سانتي مونتال كي إتي الحقيقة تخي بيان في، سا ما في فريمون بليزير اللي هما أربع أفلام توانسة تخي بيان في، لو ميساج إتي كلير. أنا بيرسونيلمون سي أن سوجي كي مو تيان أ كور. اليوم عشنا تجربة جديدة في الكادر تاع الفيستيفال دو فيلم. اليوم عملنا لو بري اكسبيرت وورد، سي ان بري تعطى من عند لي اكسبير اللي هما اطباء الاختصاص في السرطان وفي الامراض النفسيه باش اختاروا الافلام اللي ربحت. تجربه حلوه وان شاء الله نعاودوها في السنين الجايه ان شاء الله. ميرسي بوكو.